أهلا بكم مشاهدينا. شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان منافسات اليوم الأخير والحفل الختامي للنسخة 18 من بطولة عجمان لجمال الخيل للعربي 2020 التي أقيمت تحت شعار عام الاستعداد للخمسين على مدى 4 أيام. وبدأت منافسة اليوم الختامي بالفئة 8 للفحول بعمر 4 سنوات فما فوق. ومع نهاية كل شوط تم توزيع الجوائز على أصحاب الفحول الفائزة بالمراكز الأولى. عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعين غير عادي وعادية، وذلك من أجل إقرار التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد. وشهد الاجتماع الأول لجمعية عمومية عادية انتخاب لجنة الانتخابات التي ستدير انتخابات اتحاد الكرة في الفترة القادمة. وفي اجتماع العمومية غير العادية تم إقرار التعديلات الجديدة على النظام الأساسي، لا سيما التي تتعلق بآلية الانتخابات واعتماد نظام القوائم. يستعد منتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره منتخب كوريا الشمالية هذا الاثنين ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك لحساب المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب الأردني برصيد 3 نقاط ومنتخبنا ثانيا بنقطة واحدة طفقة فيتنام. قررت لجنة رابطة المحترفين إقامة مباراة نهائي كأس الخليج العربي التي ستجمع فريقي شباب الأهلي والنصر في 17 من يناير الجاري على ملعب زعبير بنادي الوصل بإمارة دبي. وكانت ركلات الجزاء الترجيحية قد حسمت تأهل شباب الأهلي والنصر في نصف النهائي كأس الخليج العربي أمام كل من الجزيرة والعين. غادر لاعب الدولية علي مبخوت مهاجم فريق الجزيرة إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجراء فحوصات طبية بعد شعوره بالألم في الركبة اليسرى بسبب الإرهاق الناتج عن توالي المباريات بحسب ما أوضح النادي. وكان الجزيرة قد خسر أمام شباب الأهلي في لقاء نصف النهائي لكأس الخليج العربي ليتأهل الأخير إلى المباراة النهائية. للمرة الرابعة تستضيف دولة الإمارات السوبر المصري لكرة القدم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي. وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له إنه تم تحديد 20 فبراير المقبل موعدا لإقامة المباراة.